ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة تتعلق بالموضوع وبغير الموضوع، ولكن أحد الأخوة الغيرون على دينه جاءنا بنتيجة، نتيجة هذا العام، وهذه النتيجة تعلن عن طيب نوع من الأثر اسمه أثر جنة الفردوس، وجاء بآيات قرآنية وحديث نبوية وشهادة أن لا إله إلا الله على شكل رجل جالس، حتى أن حف الشهادة عند قدم الرجل وقفزه عند محمد وإصبعه عند أشهد أن لا إله إلا الله، وآيات أخرى على شكل مركب، وآيات أخرى على شكل دائرة، وهكذا إمعانة في الدعاية. وأرى أمامي أن العلامة التجارية قريبة الشبه بالصليب عند النصارى، ويستحس سماحتكم أن تعالجوا هذا الموضوع بحكمتكم. وهذه عناوين. أما ما يتعلق بالصورة التي صورة رجل شخص شعر لدي، فهذا وصلتنا كثرة المسؤولين في لاجل من عقوبة هذا اللي فعل هذا الشيء. وأما ما يتعلق بالعصر ما سمعته إلا الآن. إيش نقول فيه؟ عصر جنة الفردوس. شوف الله إن شاء الله السلام. لا شك إن الناس إذا وجدوا ضعفا تسارعوا إلى كل شر. هذه حال الناس. كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار. هذا اسمة الإنسان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا رأى الإنسان ضعفا للوازع السلطاني تساهل في كل شيء، يجلب عليه المال ويجر عليه شيء من المال، أو لما في نفسه من الفساد والشر ينزع الفساد أيضا ولو كان ما في ناس. فالحاصل أن طبيعة الناس وحال الناس الأكثر هو الرجوع إلى الباطل والميل إلى الباطل والظلم والعدوان ونشر الفساد، لكونه نشأ على ذلك ونشأ في ذلك بين شياطين الإنس والجن، فاعتاد الشر والفساد. فإذا وجد ضعفا وتساهلا وقلة وازع فإنه سوف يفعل ما يستطيع من الشر والبلاء ليفسد به غيره. ودوا لو تكفرون كما كفروا، مثل ما قال الله عن الكفار: ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ان شاء الله. نعم.